الصعوبة الذي لم يسبق لها الاشتراك لمسافة 1200 متر. بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أن أنتقل مع الشوط الرئيسي، شوط الأشواط الصعوب. هنا من خيرة السلالات حضرت في هذا المساء. نفتتح الإذاعة بالمركز الأول الطاغية، خليفة بن سالم بن محمد الدرعي، سلام يا بن محمود. المركز الثاني، انتابع المركز الثاني، الزود سعيد بن علي بن مويز الدرعي. المركز الثالث انتابع فيه الناوي ناصر بن علي بن محمد. المركز الرابع حملولي سالم بن حمد بن سعيد الدرعي. يا سلام، هنسير مع الصدارة، ما شاء الله. الطاغية 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 عليها هناك اللعين وعليها الترشيحات القوية. الطاغية، نعم، مثل ما رأينا هناك ردة فعل الجماهير عبر البث المباشر، عليها التعليمات وعليها الترشيحات القوية. الطاغية، خليفة بن سالم بن محمود الدرعي، هي التي لم تخيب ظنون المرشحين. خذ لفة على المركز الثاني، فارقت باي 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 باي، لوداع لوداع يا بقية المراكز. بن محمود في الصدارة، ما شاء الله. الطاغية، طاغية بفعلها، طاغية بأدائها وحضورها المشرف. انطلقت راس وانهت راس، تستحق رقم واحد، تحمل رقم واحد، تحافظ على هذا الرقم بهذا المستوى. الناموس يا راعي الطاغية، خليفة بن سالم بن محمود الدرعية. التوقيت دقيقة 40 ثانية و44 جزء من الثانية. ما شاء الله. المركز الثاني حملولة سالم بن حمد بن سعيد الدرعية. المركز الثالث الزود سعيد بن علي بن مويز الدرعي الناموس يا راعي الطاغية. والترشيحات في محلها على الطاغية، خليفة بن سالم بن محمود الدرعي. أحلى تحية للمرشحين عبر البث المباشر. طبعا أكثر الترشيحات لبن محمود، وفعلا